في مجتمع للملكوت، في مجتمع للرب، رب عمال بيبدره زي البودرة في البلاد العربية في منطقتنا. هذه المجتمعات مجتمعات للقوة، مجتمعات ملوكية. رب عمال بيخلق هذه المجتمعات. مجتمع يعني دائرة. حد بصلت لها ولا عام وين؟ كان لازم يعلن عن حضوره بس. رب عمال بيعمل مجتمعات بيسكب فيها حضوره وقوته ومقصده وحكمته بقوة. رب عمال بيخلق مجتمعات هو السنتر فيها، بس هذه المجتمعات لا يرى فيها غير وجهه. رب عمال بيعمل فاصل، بيفصل ما بين مسيحية عادية ومسيحية ملكوتية أو مسيحية نارية. الفرق المحوري والأساسي إن في المسيحية النارية لا يرى إلا يسوع. بمعنى إيه لا يرى إلا يسوع؟ ممكن الجملة يبقى منظرها الشيك، بس أنا لا أعني الجملة الشيك أو المعنى الروحي، لا، المعنى ده ليه توابع. بمعنى إنه لا يرى فيها ضعفي، لا يرى فيها مشاكلي، لا يرى فيها أنا، لا يرى فيها اسم، لا يرى فيها أي حاجة. طب والحاجات دي تروح فين؟ ولا حاجة، بتتحط جنب. ولا يرى في هذا المجتمع إلا يسوع. هذه كلها بقى، كملوا انتوا الآية، هذه كلها تزايد ويكونش هو دي الصورة الأصلية من زمان، بس احنا تعاملنا مع الآية كأنها اقتراح مش كمفتاح. الآية دي مفتاحية. اطلبوا أولا ملكوت الملك وبره، هذه كلها. رب يخلق مجتمعات بيحمل فيها فاصل ما بين المعتاد والمعجزي، لأنك بتختار ما بين المعتاد والمعجزي، ما بين وجه الملك ووجه ظروفك وحياتك. رب عمال بيخلق مجتمعات هو بيلمع فيها للآخر، لا يرى فيها، لا ينشغل فيها أحد إلا بهذا الوجه. عشان كده مهم جدا زي ما كنا بنصلي قبل الكلمة، ممكن تبقى حاضر اجتماع زي كده وما تبقاش قدامه. تقول معقولة في الاجتماع ومش قدامه ازاي؟ ده انا موجودة هو برنم وكل حاجة. اقول لك القصة قلبك، القصة الصورة الداخلية، قلبك والصورة الداخلية. رافض كل حاجز وكل حجاب وكل فاصل ما بينك وما بينه، وميل قلبك ووشك على الحضور الإلهي. ولا مسيحية معتادة، أنا موجود في اجتماعات تعودت عليها، حافظ الترانيم، فباخد البوزيشن، بعمل بوزيشن جسدي. بوزيشن يعني الوضع، يعني باخد الوضع الجسدي شكله مناسب للاجتماع وبرنم الترانيم. لكن كلكم عارفين هذا الشعب يعبدني بشفتي أما قلبه. قصة كده، لأنه هي إيه قصة السقوط؟ قصة السقوط هو الخروج من الحضور. قصة السقوط، أنا عارف أنكم فاهمين، أنا بس بصحصح السلطانية. قصة السقوط لما سقط آدم هو خرج من الحضور. قصة الافتداء هو رجوع حضرتك للحضور، لحضن الآب. سلام. قصة السقوط هو خروج من الحضور. قصة الافتداء جاي صالحنا على الآب، مش عشان اوكي تصالحنا على الآب خلاص بقى شكرا بقى وادي وش الضيف. ليه؟ لانه قصة الافتداء هو قصة رجوع للحضور. لو انا معروض علي رجوع للحضور ولا اقف في حالة الحضور، أنا برجع للسقوط، لأن السقوط هو غياب الحضور.
مش معنى كده اني ما بقاش ابن، ما تفهمش كده اني ما بقاش ابن، لا بفضل ابن، بس ابن مش عايش حاله يوميه من السقوط برغم انه ابن مدعو للملوكيه. معلش التكرار يعلم الشطار عشان اتاكد انكم استوعبتوا. لو انا معروض ليا التواجد في الحضور، القصة كلها اني برجع لحضن الآب، مش برجع لحضن الآب اني رجعت له في يوم ما سلمت حياتي ربنا وبعد كده بعيش حياتي بقى عادي خلاص ما انا رجعت لحضن الآب. لا، حضن الآب ده سكنة، حضن الآب ده حالة يومية. اليوم اللي ما بخشش فيه اليوم اللي انا اليوم كلمة ممكن تبقى ناموسية شوية، افهم الروح اللي انا عايز اوصله. وجودك في الحضور هو الحاله اللي يسوع دفع الثمن فيها في الفدا، لان قصه السقوط كلها هو خروجك من حضن الاب، هو غيابك، هو سقوطك من الحضور. البعض بيتصور ان الحضور ده كده زي بونبوني اضافه للبشاره للجوسبل. القصه كلها هو ان ادم سقط من هذا الحضور من حضن الاب، وان الابن جه يرجعنا مره تاني الى هذا الحضور. بس هذا الحضور مش بتخش له لما تسلم حياتك خلاص اتصالحته تبقى تبعت له كده جواب كل سنه مره، او تبعت له سوري تبقى تتكلم معاه لما تحضر الاجتماع، او بلاش، او احضر كل اجتماعات وصلي كل الصلوات واقرا كل، بس اعملها من هنا، ما تعملهاش من روحك، ما تعملهاش وجها لوجه. وأي حاجة من هنا ده ولا حاجة، لأن الآب طالب هؤلاء الساجدين إنهم بيسجدوا بالروح. ولو الابن صالحك على الآب، هو صالحك عشان روحك تبقى وجها لوجه قدام الآب. هذا المكان، إحنا مدعوين لمكان نهري. المسيحية المعتادة، المسيحية الشعبية الفولكلورية اللي هي أنا بعمل علي، أنا بصلي كل الصلوات، أنا حتى عامل دراسة وبقرأ كل خلص الإنجيل في السنة. حلو جدا، رائع، كل ده الالتزام جميل، بس اوعى تكون ملتزم بالقشرة بس قلبك مبتعد. اوعى تكون مش وجها لوجه، لأن يسوع دفع القصة كلها أنها وجها لوجه. قصة العهد القديم كلها أنه كانوا بيحاولوا يبقوا وجها لوجه وفشلوا. قصة رسالة العبرين كلها يقول لك كل دول كل سنة عمالين بيقدموا ورجوع مرة تاني للخطية، وضمير خطية شغال. ليه؟ لأن هم بيحاولوا على مستوى العهد القديم أنه يرجعوا مرة تاني لهذا المكان اللي فيه اللي هو الناري. هو إيه الفرق ما بين النهاردة وما بين واحد يهودي بيقدم ذبايح بس حاسس أنه بعيد؟ أوكي يسوع فيا بس أنا بعيد وحاسس ان انا بعيد. تقولي في فرق، اكيد في فرق، انا مش بقول ان مفيش فرق، في فرق، بس مفيش فرق في الحياه العمليه اليوميه، حياتك بقى وانت بتطحن في مواجهه او بتطحن في تحدي او بتطحن في ايا كان نوع المواجهه اللي بتمر بيها. انا مش بناقش شكلك الخارجي، انا بناقش انتصاراتك اليوميه اللي مليانه مجد وحضور الملك ببهائه في الهيكل اللي تخصص لي اللي هو جسدك وجسدك. ورب بيقول لك انا دفعت كل الثمن عشان ترجع للحاله اللي اسمها حضن الاب، الحاله اللي هي القصه كلها والرجوع لهذا الحضور. خليني اقول جمله، انا بحكي معاكم، يعني كتبت الجمله دي من فتره في النوت عندي. كل لحظة ما بحطش فيها روحي قدامك أنا في حالة سقوط. دي حاجة حقيقية. ليه؟ لأن السقوط هو خروجي من حضوره. يبقى كل لحظة روحي فيها مش قدامه، روحي بتبقى في حالة سقوط برغم أن أنا ابن. ولو سبت روحي في حالة السقوط، نفسي وجسدي بيلعبوا في الطين. لو سبت روحي مش في حالة روحية أمام حضوره، أنا بفقد نقطة قوتي، بفقد السورس، بفقد المنبع المصدر. لأن كلمة آب يعني سورس، كلمة باتر باليونانية اللي اتخذ منها كلمة فاذر بالإنجليزي، كلمة باتر لا تعني أب بشنب لكن تعني سورس منبع.
فكل مرة روحي ما بتقفش قدام المنبع بتفقد حياتها، فنفسي وجسدي بيبتدي يحصل فيهم هزال. وأول ما نفسي وجسدي يحصل فيهم هزال بيلعبوا في الطين، بيلعبوا في الطين ده يعني العالم بقى والتحديات وعرقان وتعبان وقعان. لكن كل مرة روحي بتقف في هذا سليمان الملك، سليمان في العهد القديم الملك لما اتقابل مع الرب، اتقابل مع الرب سليمان عمل في الاستراتيجي بتاعت المجتمع اللي عمله سليمان. مجتمع سليمان كان مجتمع مليان مجد، حكينا عنه شوية في المؤتمر اللي فات لو انت سمعت. لكن سليمان عمل حاجة، سليمان جمع العبادة القوية اللي مليانة هيكلة مع الحضور الإلهي، لأن أيام داود كان في تابوت العهد موجود في جبل أورشليم والخيمة موجودة في جبعون، فكان في سيستم وستراكشر وهيكله شغاله والكهنه شغاله والناس بتقدم ذبائح وكل حاجه في مدينه اسمها جبعون، بس ما فيش حضور الهي. على الجانب الاخر داود اخذ تابوت العهد وحطه في جبل اورشليم في جبل صهيون، وده المكان اللي هو فيه الملك، فبقى في حضور الهي في حته وهيكله في حته تاني. جاء سليمان وقام جمع الاثنين وعمل هيكل سليمان، واول مقابله ما بينه وبين الرب وجها لوجه، أول مقابلة الروح بتاع سليمان وقف قدام الرب يقولك تراءى له الرب، قال له سليمان اللي أنت عايزه. ليه؟ لأن سليمان وارث مصير نبوي، في مصير نبوي على سليمان. إيه المصير النبوي؟ مورث موجود جوه روحه، ده ليه علاقة بالأسفار، مؤتمر الأسفار، لكن مورث بقصد نبوي، بمصير نبوي على حياته. خليني أقول لك، لو سليمان مورث نصيب نبوي، كل واحد سمعني، كل واحد في هذه القاعة في مصير نبوي على حياته. يعني إيه مصير نبوي؟ كلمة نبوي يعني حاجة رب قايلها على مستقبلك، بس اللي قايله الرب على مستقبلك ده مصير يعني مقاصد. فما تستغربش من كلمة من أجل مصير نبوي. ممكن تعيش كل حياتك مش مدرك المصير النبوي، تعيش كل حياتك مش مدرك زي يعقوب بيصارع في الدنيا والدنيا بتصارع معاها لغاية لما راح نام في حتة وحط راسه وهربان، فاكرين القصة بتاعت يعقوب، مش مدرك ورب يقوم السلم ومنصوبة ورأسها في السماء وتحصل هذا الشفت للإدراك، شفت في الإدراك إنه أنا في قصد نبوي، في مصير نبوي على حياتك، أنا إله أبوك. ففي نفس القصة مع سليمان يحصل تراء له الرب، أنا بحكي معاكم يعني، تراء له الرب قال له سليمان أنت عايز إيه؟ وسليمان ينجح في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الالتحام ده، زي ما يعقوب نجح في الالتحام مع الرب وتنقل من يعقوب إلى إسرائيل. ينجح، مهم جدا إنك تبقى حكيم في لحظات الالتحام الروحي ما بين روحك والرب وآبا والسورس، لأن لحظات الالتحام ما بينك وما بين آبا في حاجة بتخرج من آبا من السورس وتقوم متطعمة فيك، خلقة فيك لما التحموا مع بعض. يقولك ربنا ما قدرش عليه، فاكرين الآيات دي بتاعت يعقوب؟ يقولك لم يقدر عليه. يعني ايه ما قدرش عليه؟ يعني يعقوب التحم، مش هسيبك. يعقوب روحه التحمت مع الرب، مش عشقوا مع بعض، عملوا لوك، بسميها دايما كده، عملوا لوك. مهم جدا تكون حكيم زي يعقوب زي سليمان، عملوا لوك، ففي حاجة خرجت، قالوا أنت جاهدت مع الله وغلبت، وجاهدت مع الناس وغلبت، فيتحول اسمك من يعقوب إلى إسرائيل. ولك أشرقت له الشمس، يا سلام، يعني أول مرة الشمس كانت تشرق؟ لا، بس نو ده كان يوم غير، كان يوم غير. ليه؟ لأنه كان يوم بعد التحام، كان موسم بعد التحام روحي ما بين روح يعقوب وروح الرب، فالسورس نقل حاجة، خرج حاجة. محتاج تدرك كده أن كل مرة روحك بتتقابل حقيقي مع آبا، مع باتر، مع المنبع، في حاجة بتخرج من المنبع تغير من طبيعتك. هقول الجمله دي مره تاني، حضرتك مدعو ان كل مره تقعد مع الرب روحك تلتحم بابا. الجمله دي كلكم المفروض يقولوا لي اه طبعا، ما جبتش جديد. المفروض
بس للأسف المسيحية الشعبية اللي احنا خرجنا بيها بنصلي. فبعض الحين بقول جمل كده هو بقى حد يقول انت جملك كبيرة يعني قصدك في الآخر نصلي؟ أم سلم واخد سيلفي مع شخص أوكي نصلي. القصة كلها إن القصة إن السقوط هو خروج من الحضور، الفدا هو رجوع للحضور. فمش معقولة يبقى يسوع فداني وأنا بلعب من بعيد. لنا ثقة بالدخول، حد فاكر الآيات دي؟ اوعظوا انتوا حطوا الآيات بقى في مكانها. لنا ثقة بالدخول إلى قدس الأقداس، ليه؟ لأنه دفع طريقا كرسه لنا حديثا بالحجاب، أي بجسده، شق جسده زي ما الحجاب اتشق عشان قال يبقى دخول. ليه؟ لأن قصة السقوط هي خروج من الحضور، قصة الفدا هو رجوع لعمق لقدس الأقداس، للالتحام. والآب طالب هؤلاء اللي بيسجدوا بالروح وبالحق. يعني ايه بالروح وبالحق؟ لان الله روح، فروحي بتلتحم. ما تستغربش الكلام. والقصه كلها انك داخل تصلي، انا داخل ايه اللي مالي المشهد جواك؟ ايه التركيبه الداخليه اللي ماليه نفسيتك وعينيك وافكارك والسلطانيه بتاعتك وروحك؟ ممكن تكون جاي من يوم مريح جدا ويبقى دماغك مليانه باخر حاجه شفتها. ممكن تبقى جاي من يوم متعب جدا بس جاي مرمي، جاي مرمي، انا عايز اشوف وشك. القصه مش يومك كان مريح ولا يومك كان متعب، القصه انت جاي مرمي على وجهه ولا جاي مسيحيه شعبيه. المسيحية الشعبية ما بتجيبش نتيجة، ما بيني وبينك الجسد لا ينفع شيء. العبادة بالشعب اللي بيعبدني بشفتيه ده ربنا حنين بس، لكن ما بتتغيرش، ما بيحصلش التحام، ما بيحصلش تغير. بتخش يعقوب تخرج يعقوب، ما بتخشش يعقوب تخرج إسرائيل، ما بتخش سليمان تخرج حاجة منورة في أنوار. قال له بص أنا عايز حكمة لكي أعرف، أنا عايز أعرف طرقك. فاكرين ده موسى في 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 تقدر انت بقى لف كتاب مقدس بقى، عدي شخص ورا شخص ورا شخص كتاب مقدس من رجال الله وشوف كل مره حصل التحام ما بينهم وبين الرب وازاي كانوا حكمة في ال 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 التفاعل والاخذ والتغير وايه المفاتيح اللي غيرتهم. انا بقول لكم كده سلسله اهو، ايه المفاتيح اللي غيرتهم؟ الديناميكيه اللي حصلت جواهم. فسليمان وقف قدام الرب، الرب قال له ان انت عايزه حبيبي ليه؟ لان في مصير نبوي، انت في قصد نبوي، انا عايز حكمه. كلكم عارفين القصه، كلكم عارفين سليمان وهو بيصلي في الهيكل، وكلكم عارفين لما انتهى سليمان من الصلاه نزلت نار من السماء على الهيكل. الهيكله بقت بيرفكت، اتجمعت. سليمان قام مجمع السيزن القديم بتاع داود اللي كان فيه هيكله هنا وحضور هنا، قام جاب الحضور هنا وجاب الهيكله هنا وبقت كلها ذهب ومجد. ده هيكل سليمان، ده اللي فيه الجلوري لدرجه ان ملكه سبا لم يبقى فيها روح. وطول ما سليمان بيخش وبيعمل أكسس لدخوله قدام هذا الحضور الإلهي، المملكة القوية، يقول لك كل الأمم كل الملوك كان بيأتوا لكي يعبدوا الرب، أو الأمم والملوك الذين لا يعبدوا الرب كانوا بيأتوا برضو إلى أورشليم عشان يسمعوا الحكمة ويروا ينبهروا. مجرد في حاجة في الأجواء، في حاجة في الأجواء لما الرب بيبقى عامل مجتمع ليه. في كنت في اجتماع فين يوم الحد اللي فات، كنت في اجتماع كنت بقول لهم زي ما تعدي تحت برج ابراج الكهرباء الضغط العالي تسمع حاجه زز، عارفين كده لما ده ايه ده ضغط عالي، لما الكهرباء ضغط عالي تعدي في الكابلات، ما في الكهرباء معديه في السلك ده بس ده مش ضغط عالي، ما تسمعلهاش حس، لكن لما الكهرباء ضغط عالي تعدي في كابلات بيبقى بتزن فيها، في ترددات كده، في زنة، في ور. رب يدور على مجتمعات يور فيها يعدي بالضغط العالي بتاعه فيها، لأنه بأمانة، لأنه المسيحية الشعبية ما بتجيبش.
لكن ده زمن كابلات كهرباء التاورز، وربي يقوم عامل هنا تاور وعامل هنا تاور وعامل هنا تاور وينشر تاورز الكهرباء بتاعته، تاورز الضغط العالي بتاعته على الخريطة، لأن هو بيعمل شبكة من أجل حصاد قبل الأزمنة الأخيرة. إحنا في مرحلة الحصاد اللي قبل الأزمنة الأخيرة، مرحلة بيزداد فيها الإعلان، بيزداد فيها النور، بيزداد فيها المجد، الفولت بيعلى. وجاء الوقت إن ندرك إن إنه إنه إن رب عايز يملى بلدنا ويملى المنطقة العربية كلها بالتاورز الضغط العالي ده. فسليمان أم وقف قدام الرب وأم مصلي ليه، دخل بروحه قدام الرب. فاكرين يقول لك إيه، كان مطلوب إن الملك عامة في الشريعة الملك يقدم ذبيحة عن نفسه، فيقدم ذبيحة خطية، ذبيحة محرقة، وذبيحة سلامة. فالملك يعمل كده، فسليمان المفروض ياخد ذبيحة خطية ويقدمها عن نفسه، أدي توبة، ويقدم ياخد ذبيحة محرقة تكريس ويقدمها عن نفسه، واخد ذبيحة سلامة ويشكر رب ويرفعها ذبيحة ترديد أمام الرب. فده كان البروتوكول أو المطلوب من سليمان. عارفين سليمان عمل إيه؟ جاب 1000 وقعد يقدم 1000 ذبيحة. ده ايه ده؟ يعني عارفين يعني ايه 1000؟ ألف ده 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 سكب نفسه. اول امبارح كنت كتير انا ما ارجعش للموعظة على الجبل، مش عارف ليه، احس انه قام الرب قال لي انت تبقالك مده ما قريتش الموعظة على الجبل، تعالى حبيبي. فبقرا موعظة على الجبل، طوبى للمساكين بالروح. يعني المساكين بالروح. قال نو نو نو، اقف هنا. لو انت فقدت انك تبقى مسكين جوه روحك هتبطل تميل عليا، ولو بطلت تبقى مسكين جوه روحك هتبطل تخش ملكوت السماوات، لان طوبى للمساكين بالروح لانهم يرون ملكوت السماوات. لو 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 بطلت تبقى حاسس باحتياج جوه روحك هتعبدني بالمسيحيه الشعبيه، لو حافظت على الاحتياج جوه روحك دايما هتخش لقوه الملكوت. رب يخلق مجتمعات دائما جواها هذا الزق، انهم عايزين يخشوا بقلبهم ويخشوا بوشهم ويخشوا بعطشهم. طوبى للجياع والعطاش، موعظة على جبل، كلكم عارفينها. يعني القصه كلها ان هذا العطش، هذا الجوع، هذا انك بتميل. لا انا واقف، انا خدت، انا اي اسيوم البوزيشن، انا خدت الوضع المعتاد في الاجتماعات، فانا واخد الوضع بتاع، وانا عارف الترنيمه وعارف الصلاه ويا رب امين امين، ولما احتاج يعني يبقى في لجاجه اقوم عامل كده في اللجاجه كده. القصه هذا فاهم، انا اوعى حد يكون بيعمل كده ويتصور انا بتكلم عليه، انا مش بتكلم عليه، انا بتكلم على اي حاجه تعودنا نعملها بس قلبنا مش فيها، روحنا مش ملتحمه فيها. لان لو روحك مش ملتحمه مش مفيش حاجه هتحصل. لو روحك التحمت بالحضور الإلهي في حاجة بتخرج من باتر، من فاذر، من السورس ده، وتقوم دخل جواك وتغير من طبيعتك. وهي دي القصة كلها، لأن السقوط هو انفصال عن الحضور، الفداء هو رجوع لهذا الحضور. سليمان دخل إلى هذا المكان المليان مجد. لما انتهى سليمان من الصلاة، أنا بوفر عليك آيات كثيرة، لما انتهى سليمان من الصلاة نزلت نار من السماء أكلت الذبيحة. ليه؟ لأنه قدم بالكامل 1000 ذبيحة، سكب كل حاجة. ليه؟ لأنه اتقابل مع الأب. ده كان قبل ما الأب يقوله أنا حاسكب عليك حكمة، قال له أنك طلبت حكمة، أنا حاسكب عليك حكمة وحاسكب عليك بركة، أنك طلبت أولا ملكوت الله وبره، هذه كلها ستزاد لك. أنا قلت أنك هتطلب فلوس وغنى ومش عارف إيه، لكن سليمان طلب حكمة لكي يعرف طرق الرب، التحم صح. فرب قاله بص، لأنك التحمت صح، لأنك طلبت وجهي هعطيك الحكمة، لكن هذه كلها تزاد لك. كان كل الأمم بتروح لأورشليم عشان ترى هذه الحكمة، لغاية لما سليمان بعد شوية بطل يخش للمعروض لي. سليمان بعد شوية ما تسمعش خالص في كتاب مقدس انه ابتدى يخش الهيكل، ما تسمعش عن سليمان في الهيكل، ما تسمعش عن سليمان بيخش للحتة اللي بقت معروضة ليه، بقت بتاعته. فاكرين الهيكل اسمه هيكل مين؟ ده هيكل سليمان، هو هيكل الله، بس من كتر ما سليمان
بقى هيكل سليمان. فاهمين حاجة؟ من كتر ما ده الأكسس بتاعه، ده باسمه، ده هيكل سليمان. بس سليمان بطل يبقى في هيكل سليمان. لما سليمان بطل يبقى في هيكل سليمان بالروح قدام الرب وجه مكشوف، المملكة كلها اتشقت، المملكة كلها اتشقت. اوعى تكون القصة معروض لينا. الرب بيخلق مجتمعات تاورز لكهرباء ضغط عالي، عايز يملى بيها الأرض، عايز يملى بيها بلدنا، عايز يملى بيها مناطق كتيرة وكنايسنا، عايز يملى بيها كل خدمة ممثلة هنا وكل خدام وكل خدمات ممثلة هنا، عايز كل حد فينا وكل خدمة هنا وبتسمعنا والبلاد اللي بتسمعنا يبقوا مدركين إنه في تاور هنا للكهرباء ضغط عالي، والدليل إنها ضغط عالي في حاجة بتزن، في حاجة، في صوت، في دليل إن في كهرباء معدية في الأسلاك دي، في ما أعرفش وقفتوا تحت تاورز ولا لا. بس اوعى يكون ليك هذا الاكسس في الروح، انك تتواجد في الروح قدام الرب وتبطل تدخل او تدخل كل، بصوا انا اسف الجمله مش مظبوطه، اوعى تكون دي ميشيل جوه روحي، اوعى تكون كلنا بيتسرسب لينا التعود، كلنا بيتسرسب لينا التعود. لو بتحضر عندك خدمة وخدمتك أنت واجتماعك أنت، وبعد كده تيجي الاجتماع ده وتعملوا اجتماع عندكم في البيت ولا مش عارف إيه، فبعد شوية تقوم داخل على الأوتوماتيك. اوعى تشتغل، مفيش عند الرب محترفين، دائما عند الرب هواة. الفريسيين محترفين دين، الزنا والزواني هواة، والرب قال الزنا والزواني بيسبقوا المحترفين. انتوا سمعتوش التفسير ده قبل كده؟ دي الترجمة التفسيرية. المحترفين أخذوا حفظوا آيات، حضروا اجتماعات، تأملوا تأملات، فخلاص دخلوا على الاحتراف. الهوائي، الهواء رامي قلبه، الهاوي مش عارف، الهاوي بيتجسس هيعملها صح مش هيعملها صح، فمتكل تماما على الحضور الإلهي، عطشان إلى البر. طوبى للمساكين في الروح لأن لهم ملكوت السماوات، بترسهم بتقوم جايبة سرعة الملكوت، ترسهم بتقوم داخلة على حاجة أكتيفيتد أعلى من الملكوت. أنت كويسين؟ في مجتمع، مجتمعات اللي ربنا عمال بيعملها مجتمعات مليانة، مليانة الملك، مليانة صوت الخالق، مليانة معجزة. عايز أفتح معك عبرانيين بس مش عارف أخش من فين في عبرانيين. بصوا عبرانيين، لأن عايز أروح للشاهد اللي احنا كلنا عارفينه، عبرانيين 12، بس خايف أقراه فانت تقوم ايه تقلب القناه، لان دي الايات اللي احنا كلنا دايما ايه بنقولها من المحفوظات. فخايف انك تقلب القناه عليا تجيب قناه تانية ولا حاجه، روحك يعني تجيب قناه تانية. بصوا رساله العبرانيين رساله من الرسائل المليانه كنوز، ولو بتدرس رسالة العبرانيين وتحب تديها عناوين، ما اعرفش انا يعني على مدار السنين لغايه دلوقتي انا واصل حوالي 16 عنوان لرسالة العبرانيين، لان رسالة العبرانيين مليانه توبكس، مليانه ثيمات، في ثيمز معديه كده، في مواضيع معديه فيها بالعرض بالعرض كده. هو عبرانيين مليان، رسالة العبرانيين من الرسائل الغنيه قوي في كلمه الرب. بس احد الحاجات اللي عبرانيين عمال بيشاور عليها انه في الجزء الاولاني ان يسوع اعلى من اي حاجه قديمه، فانت مدعو لحياه اعلى من اي حياه طبيعيه. يسوع اعلى من كل حاجات قديمه، فانت مدعو لحياه اعلى من كل حاجه طبيعيه.
فهو من مثلا من صح واحد صح عشرة يقول لك يسوع، بص يسوع أعلى من الملائكة، أعلى من موسى، أعلى من يشوع اللي دخلهم الأرض، أعلى من الهيكلة القديمة، أعلى من الكهنوت القديم، عشان هو كده في رتبة كهنوت ملكي صادق، أعلى من الذبائح القديمة. فعمل انترودكشن، عمل مقدمة من واحد لعشرة، يقول لك يسوع أعلى، يسوع أعلى، يسوع أعلى. وبعد كده من نص عشرة لتلتاشر يقول لك فأنت بقى ما ينفعش تعيش عادي، أنت مدعو الحياة أعلى، مدعو الحياة مستواها أعلى، ديناميكيتها أعلى، فبريكة فيها مش عادية، مش متدينة. لما الكتاب المقدس في العهد الجديد يحكي عن الناموس والعهد القديم، بيحكي عن حياة ممكن تعيشها برغم أنك ابن الرب مؤمن بيسوع المسيح بس كأنك يهودي. ما خدتش بالك من الجملة دي عشان شادي دخل. أنا بضحك مع نيرة بس. هقول الجملة مرة تاني. كتاب مقدس بيحكي عن اليهود وبيحكي عن الناموس في العهد القديم، بس بيحكي لينا في العهد الجديد. ليه؟ عشان أنا ممكن أبقى ابن للرب وأعيش كأني يهودي. يعني إيه بعيش كأني يهودي؟ بحاول أرضي ربنا، مش واقف في المكان اللي فيه ملتحم فيه مع الآب، لأن الفدا هو رجوع للالتحام في حضن الآب، مش بحاول أرضي الآب. كلنا بالطبيعي بنقوم متزحلقين للحياة اليهودية برغم إن إحنا مسيحيين، متزحلقين زي سليمان برغم إن لي أكسس في الهيكل بتاعي للالتحام مع الرب، بس أنا مشغول النهاردة. فانا حصل لي، بس حصل لي بالمعتاد. المعتاد ده اليهودي، المعتاد ده محاوله ارضاء، المعتاد ده ما بيجيبش جون، المعتاد ده ما بيخترقش، المعتاد ده بيخليني اعرق بالجسد. عشان كده يقولك اعمال الجسد، عشان كده يقولك ضعفات الجسد، عشان يقولك صلبوا الجسد. ليه؟ القصه كلها ايه اللي بيصلب الجسد؟ الروح. انك بت 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 رب يخلق مجتمعات لا يرى فيها، ولا لا يرى فيها يعني كل الموجودين فيها لا يروا إلا وجه الآب، لا يروا إلا وجه يسوع، ما بتحركوش إلا في العلاقة مع الترينيتي، مع الثالوث. هنحكي عليها في أنا المقدمة طولت مني، هنحكي عليها في الآخر بعد خمس دقايق. فهم في علاقة مفتوحة مع الثالوث، لأن القصة كلها هو وجودك في وسط هذا الثالوث، لأن السفرة اللي كان قاعد عليها الرب الآب والابن والروح القدس بقى فيها كرسي رابع، هو كرسي حضرتك، كرسي حضرتك. يقول لك كل مرة تعال اتفضل اقعد، تعال اتفضل اقعد. ليه؟ لأنه الترابيزة الرباعية دي هي اللي بتغيرك، هو ده المكان اللي فيه، هو ده الأربع وجوه. بالمناسبة إن وجه الطور هو وجه الطور هو وجه الألف، هو وجه الآب، وجه الأسد هو وجه الابن، وجه النسر هو وجه الروح القدس، وإيه الوجه الرابع؟ وجه إنسان. وهي دي الكائنات اللي بتحرس الحضور الإلهي، الكاروبين. الرب عايزك حارس للحضور الإلهي، عايزك تحرس الحضور الإلهي في حياتك. بعضكم بيبص لي بيقول لي قد هرتق. أرجع أقول لك دور الكهنة كانوا إيه؟ دور الكهنة في القديم في السطحي كان إيه؟ كانوا بيحرسوا النار، بيحرسوا الحضور الإلهي. يقول لك لحراسة الرفائع، لحراسة الذبيحة، لحراسة النار. رب كان بينزل نار ودول كانوا يحافظوا على النار مشتعلة. هما إيه اللي بيعملوا ده؟ بيحرسوا المجد. حراسة المجد بتغير من طبيعتك. لو أنت بتحرس النار في حياتك رب يجي يقولك أوكي تعال في الترابيزة، الآب والابن والروح القدس والكرسي الرابع موجود، فضل أقعد شوية، أقعد. هي دي الراحة، هذه الراحة، هذا هو السكون. تعال اقعد في المكان اللي فيه روحك بتلتحم، وهنحكي ازاي بتلتحم مع الاب والابن وروح القدس حالا، لانها بتتغير، الوجه بيتغير، الوجه بيتغير. لان حراسه المجد، حراسه الرفائح، حراسه الحضور الالهي بتغير من طبيعتك لطبيعه ثانيه اسمها طبيعه الكاروبين. مش مهم طبيعه الكاروبين، الطبيعه الالهيه. عشان كده بيحصل تغير جواك. والنهارده انا مشغول بالمجتمعات اللي بتغير من طبيعتنا،
لأن التمدع إلى المكان اللي فيه طبيعتك بتتغير، مش تخش يعقوب تخرج يعقوب، وتواجه حياتك بيعقوب وتتجوز يعقوب وتخلف يعقوب صغير. لكن التمدع أنك تخش بالروح قدام الرب، تخرج من قدام الرب إسرائيل وتطلع مجتمع. يعقوب طلع مجتمع إسرائيل. فاهمين حاجة؟ أنتوا مدركين أن إبراهيم خلف واحد؟ إسحاق هو خلف تانية بس بالإيمان خلف واحد. إسحاق خلف واحد، يعقوب خلف أمة. حد مسيحي هنا؟ واحد رفع ايده. يعقوب خلف أمة. ليه؟ أنت مش مدعو أنك تخش يعقوب وتخرج يعقوب، أنت مدعو أنك تخش يعقوب وتخرج بتحمل أمة. في حاجة بتتغير جواك، في حاجة مستوى الإدراك بتتغير، الطبيعة. ما هو سامحني سامحني سامحني، التدين ده زي الدبان. هو هو معقولة لينا دخول وجها لوجه قدام الرب ونخرج زي ما دخلنا؟ يبقى ما دخلناش قدام الرب، ولا أنا مجنون؟ معقولة حضرتك بتخش قدام الرب كل مرة، بتخش قدام الرب والرب فتح الطريق وأتاري السقوط هو عدم وقوفي قدام الرب، إذن الفدا هو رجوعي ووقوفي قدام الرب. معقولة أخش قدام الرب وأدخل نادر أخرج نادر، أخرج أدخل خايف أخرج خايف، أو أدخل خايف أخرج مرتاح لغاية لما تحصل حاجة تخوفني؟ ولا 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 بدخل خايف أخرج قد تغيرت طبيعتي، دنيا تقلب تعدل؟ بالعكس، ده أنا عندي حصل جوايا حاجة لحسب إن الدنيا ما تقلبش تعدل، وإلا أنا دخلت قدامه ده مش الرب. أو الحقيقي 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 أنا ما دخلتش، أنا تدينت، عمل زي اليهود وقفت بعبد بشفتية، أما قلبي في حتة تاني خالص، الصور الداخلية بتاعتي في حتة تاني خالص. فأنا وقفت قدام الرب، عملت رنمت مع الترنيمة، وكنت ببتسم في الوعظة ماشي، وخرجت في الآخر زي الفل. ألستا ألستا بس، وكان الله بالسر عليم، ودي مش آية. في حاجة مختلفة في الكتاب المقدس، بيعرض لينا حاجة مختلفة. سليمان بطل يخش الهيكل، سليمان في حاجة حصلت، الزبزب التاور البرج بتاع الضغط العالي ما بقاش ضغط عالي، ما بقاش في زنة في الكابل، ما بقاش في زنة، ما بقاش في فولت عالي معدي. ليه؟ لأنه السورس بتاع الروح ما بقاش باتر، روحه ما بقاش بتلتحم في هذا السيناريو الديالوج. أنا عايز أكتر من حضورك، أنا عايز أكتر من حكمتك، أنا عايز أكتر من نارك، كيف أقود هذا الشعب؟ أنا عايز إعلان، عايز أدرك. فبطل يبقى بيلتحم بالسورس، وفي حاجة تخرج من باتر من فادر ده، ويقوم دخل جوه يتغير من طبيعته. فسليمان يبقى سليمان. لكن أنا خلاص تعودت، ما هو الهيكل موجود، يعني في أي لحظة نخش له، يعني ما وجع دماغي ليه؟ فعبرانيين بيحكي عن يسوع الأعلى من كل حاجة عشان يقود لمستوى حياة أعلى من حياة طبيعية. وأنا بكلم على مستوى أعلى من كل جهة، من جهة التصرف، من جهة الرؤية، من جهة الملوك. ما الملوك دول، الملوك ده مش 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 فخفخة، الملوك ده إدراك تصرف وسلطان، الملوك ده حالة داخلية، ده هوية داخلية. سوري، الملك يعني الملك بينام ملك، بيحلم ملك، بيتخانق ملك، في القصر ملك، مش بيلبس الملوكية وهو في القصر وبعد كده يخش الحمام ما بقاش ملك. حد فهم حاجة؟ أنا آسف، أنا الملك طبيعة. لو جعلنا ملوك وكهنة يبقى في حاجة بتتغير في طبيعتنا، ما بقاش لينا منظر في الكنيسة أو منظر وبعد كده منظر تاني أصلنا في الحمام. الملك ملك، وجاء الوقت ندرك ان لما بنقف قدام الرب في حاجه بتخش جوانا، في حاجه بتخرج من هذا السورس، هذا المنبع. انا اسف برجع اقول كلمه سورس كتير، لان كلمه ابا يعني مصدر، يعني منبع. فتخرج من المنبع وتخش في احشاء، تغير من طبيعتي.
فأنا عندي عقد وكراكيب، عندي التواءات وعندي مقارنات وعندي أفكار وعندي شفقة على النفس، في حاجة بتقوم متغيرة في طبيعتي، فبخش يعقوب بخرج إسرائيل. أنا طولت في الحتة دي مش كده؟ أوكي، عبرانيين 12. أنا أوفر عليكم. أنتوا كويسين؟ قد أتيتم. عبرانيين 12، ما قلت لكم دي المحفوظات. عدد نبتدي من 18. لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار، إلى ضباب وظلام وزوبعة هتاف بوق. ده العهد القديم. طب ليه كاتبه في العهد الجديد؟ عشان يقول لك أنت ممكن تحدث وترجع المستوى اليهودي وتعبد في الدوشة. في فرق ما بين اللمسة والدوشة، في فرق ما بين الصوت والدوشة. اوكي، هتاف بوق وصوت كلمات. ده اوكي، هوقف نفسي. انهم لم يحتملوا ما امر به، وان مست الجبل بهيمه ترجم او ترمى بسهم، كان المنظر هكذا مخيف، حتى قال موسى انا مرتعب ومرتعد. بل قد اتيتم، ده العهد الجديد. قد اتيتم، اتيتم ده ماضي تام. قد اتيتم روحك كل مره، كل مره. صدقني هتروح البيت النهارده، ممكن تقعد على كرسي في الاوضه عندك وروحك تدخل الى هذا المكان وتعمل سيناريو وديالوج، ويحصل ما بينك وما بين الرب تفاعل يمكن اقوى من الاجتماع، لانك في الاجتماع انت في نور وفي مش عارف ايه، واللي واقف بيتكلم ده بيقول نكته كده كل شويه فبهزر. ممكن تلتحم في اوضتك اكتر. قد اتيتم ده معروض ليك. كل يا هيكل اسمك ايه؟ حطي اسمك على الهيكل. انت عندك الهيكل، ويمكنك تخش طول الوقت قدام هذا، لان الهيكل بقى هو انت، بقى انت بقيتي هيكل الله. فانت الهيكل بقى باسمه، والهيكل بقى باسمك، وانت وهو قاعدين في بعض، لانك انت في المسيح والمسيح فيكي. انت وهو قاعدين في بعض، وتصور انت وهو قاعدين في بعض وما بتخشيش بروحك. سليمان كان بيروح الهيكل فبطل يروح الهيكل، فوقعت المملكة. حضرتك بقيت في الهيكل، مش محتاج تروح حتة، محتاج بس انه المشهد ما يبقاش فيه غيره هو. ورب يقولك تفضل اقعد على الكرسي، اقعد بس. انا واقف يا عم، اقعد اقعد اقعد، لانه عايز يدلق من عنده جوه روحك، لان القصة روحية مش 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 في السلطانية، القصة في الروح. اقعد، طبيعتك بتتغير. اقعد، في طرق بتتحط جواك وتتفتح جواك، في حكمة بتنور جواك، في حاجات بتتفتح جواك تغير من طبيعتك. يا عم اقعد. قد اتيتم ده الجبل الملوكي، جبل اللي في جبل ملوكي، مدينة الله السماوية، إلى ربوات محفى الملائكة، إلى كنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، إلى الله دهيان الجميع، إلى أرواح أبرار مكملين. ده مجتمع. أنت قد أتيت إلى هذا المجتمع السماوي، وبس في المجتمع السماوي ده في ناس في الارض معاك، عشان كده هي كنيسه ابكار، كنيسه كامله. بس كنيسه ابكار دي مش لوحدها، دي معاها مجتمع سماوي، ارواح ابرار مكملين، معاها دول سحابه الشهود، معاها ربوات محفى الملائكه، معاها الله ديان الجميع. ده الاب والسيستم بتاع الجادجمنت سيستم، لان ده مجتمع ملوكي، وما فيش ملوك من غير ما يصدروا احكام. والمرة الرابعة أو الخامسة في هذا الموسم، لأزمنة طويلة الكنيسة كانت بتخاف من كلمة حكم وقضاء، لأنها متصورة هتحكم عليها. وجاء الوقت أنها تدرك أن حكم والقضاء دول أسلحة رب يديها للكنيسة، مش عشان تخاف منها لك، عشان تستخدمها. اسمع المؤتمر، لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، جاء الوقت أن نحكم، نسمي الأشياء بأسمائها. بطريقة روحية، وأنا عارف رح تعمل لي مشكلة الحتة دي، بطريقة روحية أنت محتاج تحكم على النهار وتحكم على الليل. يعني لو بصيت في سفر التكوين، تكوين واحد، الرب دائما يفصل، دائما يفصل، دائما يفصل. وهذا الموسم من أول هذه السنة عمال بقول لكم في فاصل عمال بيحصل، وسيزداد الفاصل لو ما حكمتش على الليل والنهار عندك، لأنه فصل ما بين المياه فوق ومياه تحت، فصل ما بين الأرض والبحر، فصل وعمال بيفصل. فأم خلق النورين ليحكموا وليفصلوا. ليه؟ أن مقاصد رب دايما إن يبقى فيه، بس قالك كده الشمس والقمر دول لحكم النهار ولحكم الليل، واستعمل تعبير الحكم.
ليه؟ لأن مقاصد الرب إنك تاخد سلطانك في نهارك على نهارك وتاخد سلطانك على ليلك. لو لم تحكم الليل والنهار في حاجة بتتلخبط في حياتك. نقطة ومحدش يبعت لي أسئلة. أوكي. قد أتيت من هذا إلى وسيط العهد الجديد يسوع وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. أوكي بصوا بصوا آية 24 أنتوا مش شايفينها بس محتاجين تصدقوني. هي 24 إلى وسيط العهد الجديد يسوع إلى دم رش يتكلم أفضل من دم هابيل. خلي بالك أول ملحوظة العهد بنقراها ببساطة في العربي وسيط العهد الجديد. كلمة الجديد هنا العهد الجديد مكتوبة في رسالة العبرانيين 7 مرات تعبير العهد الجديد. أوكي أنا بتكلم بسرعة. أوكي. تعبير العهد الجديد موجود في رسالة العبرانيين 7 أو 8 مرات. المرة الوحيدة هنا لما تقال العهد الجديد ووسيط العهد الجديد كلمة الجديد مختلفة عن ال7 مرات التانية. لأن كلمة الجديد هنا مش عهد جديد لكن عهد غير مسبوق. عهد ارجع ورايا لو عايز تدرس عايز تتاكد من الكلام اللي بقوله ارجع ورايا. ان كلمه الجديد هنا غير مثلا في عبرانيين 8 يقول لك عهد جديد، عبرانيين 9 يقول لك عهد جديد. كلمه جديد هنا غير جديد هناك. ليه؟ لان جديد هناك يعني عهد قديم وعهد جديد، هنا عهد غير مسبوق. في حاجه بتطلع اتيتم الى وسيط عهد غير مسبوق. في هذه الاجواء في وسيط عهد غير مسبوق. هقول لك بص ازاي. ليه؟ لان هذا الوسيط يسوع في حاجة اسمها دم رش يتكلم. بصوا ما انت قاعد مجتمع الملك، مجتمع الملك مليان صوت الملك. أنا بختم. مجتمع الملك مليان صوت الملك، بس صوت الملك مش صوت صوت الملك ترددات خلق، ترددات حياة. صوت الملك صوت أعلى، لأن كلمة أعلى هو السيمة، هو العنوان، هو التوبيك، هو الموضوع اللي معدي في عبرانيين كله، إن يسوع أعلى من كل حاجة قديمة وإنت مدعو لنوعية حياة أعلى. الحقيقي من عبرانيين 9، أنا آسف، من عبرانيين 10 الآية المشهورة، عبرانيين 10:19، للأسف أنتم مش شايفين، عبرانيين 10:19 آية كلكم حافظينها. فإذ لنا أيها الإخوة ثق بالدخول إلى الأقداس. عارفين الآية دي؟ معروفة أوي. فإذ لنا أيها الإخوة ثق بالدخول. آية عبرانيين 10:19 بتقسم رسالة العبرانيين. دي أحد التقسيمات للعبرانيين. من 1 إلى 10:18 ده موضوع يسوع أعلى من كل حاجة في العهد القديم. يسوع أعلى من موسى، يسوع أعلى من الملائكة، يسوع أعلى من يشوع، يسوع أعلى من الذبائح، يسوع أعلى من الكهنوت القديم، يسوع أعلى من الستركتشر القديم. غاية عبرين 10:18، عبرين 10:19 كأنه قلب الصفحة. فإذ لنا بقى الثقة بهذا المستوى الأعلى. فمن عبرين 10:19 لغاية آخر 13 بيتكلم الناس بيقول لهم بصوا فأنتوا ليكم مستوى أعلى، ليكم دخول، لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس. ده مستوى أعلى. مرشوشة قلوبنا، فاكرين؟ مغتسل أجسادنا، مرشوشة قلوبنا من دم رش. فنتمسك بالإقرار. خلي بالك من كلمة. عارفين يعني إيه إقرار؟ عمرك رحت مصلحة حكومية؟ اكتب إقرار، أقر أنا، أقر أنا. فلنتمسك بالإقرار. خلي بالك، خلي بالك من التعبيرات دي. أنا يعني مش بقول كل جوايا عشان الوقت. في حاجة بتحصل في المجتمع اللي فيه فولت عالي، فيه صوت، بس الصوت اللي بتردد في هذا المجتمع صوت مليان ترددات خلق، ترددات بتخش كل جوه الخلايا وبتخلق. لما يسوع قال يكن نور ما كانش بيقول عربي، ما كانش بيقول عبري، كان بيقول ترددات خلق في صوته. فاهمين حاجه؟ ده مش صوت عادي، ده نور، ده صوت ونور، ده صوت وخلق، ده صوت وروح. كلامي يسوع قال، مش كلام انا، كلامه هو روح وحياه، لانه بيخلق. لان ده مش صوت عربي او عبري، ده صوت خالق، ده صوت الرب. فقال لك هذا الدم يتكلم. هذا الدم رش يعني الايف، يعني النهارده، يعني فريش، يعني دم رش، مش دم مرمي. ده دم رش، دم الايف، دم حي.
ده قوة حياة ما فيش وقت دلوقتي. عشان كده العهد عهد غير مسبوق. بس أنا عايز أركز عليه هو أن الدم ده بيتكلم. ليه؟ لأنه دم يتكلم أفضل من هابيل. وأنا بصوا عبرين 11 قال لنا دم هابيل بيتكلم. أي دم بيتكلم في حياتك بشكاية بلعنة أو بموت، أنت محتاج تعلن وتقف في هذا الحضور الإلهي وتدرج أن في صوت مليان ترددات قيامة بتسكت كل دم موت، دم شكاية ودم لعنة على حياتك. تقول لي أعرف من فين في دم شكاية على حياتي؟ أقول لك عمرك تذكرت قصة فيها خزي في حياتك؟ اتنين هزوا راسهم والباقيين كلهم ملائكة. عمرك تذكرت قصة ثلاثة بقى وكده نشكر ربنا، أنا وهو وهنت. عمرك تبقى في موضوع كده وتذكر قصة بتعمل إيه لما يحصل تذكر لموقف زي كده؟ بتتوجع وتعدي؟ اوعى تكون بتتوجع وتعدي، اوعى تكون بتتذكر يا ريت ما حصل او يا ريت ما كنت عملت او اوعى اوعى تفوتها. طوالي 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 حرقها بالدم. طوالي وقف روحك في المكان اللي فيه دم بيتكلم اعلى من الذكرى دي. عمرك اتذكرت موقف خزي ورجعت اتذكرته تاني بعديها بشهر ورجعت اتذكرته تاني بعديها انا واخويا برضو واختي في حبه صديقين كده بيطمنوا قلبي. عارف ليه رجعت اتذكرتها تاني؟ عارف ليه انا برجع اتذكرها تاني؟ لاني ما تعاملتش عدتها. انا كنت سايق العربيه ولا كنت في وسط ناس وتذكرت الموقف خلاص يعني نو 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 هترجع تذكره تاني، هيرجع يجي لك تاني. عارف ايه اللي يحسم انه ما يرجعلكش هذا الموقف مره تاني؟ انه بتحرق. في دم رش بيتكلم افضل، في دم. بس خلي بالك التكلم ده ذبذبات قيامه. انا مش بقول كل جوايا، ذبذبات قيامه، ذبذبات خلق تتكلم افضل من دم هابيل. دم هابيل دم شكايه لعنه موت. دم بيدخل سم يموت، دم بيدخل دورانات اللعنه، دم بيطلع شكايه وخزي فبيخزي الملوك. فبرغم انك مدعو انك تقف في هذا المجتمع الملوكي يطلع لك دم هابيل من تاريخك، ودم هابيل يقوم قايل خزي، فما تبقاش ملك فتبطل تخش لانه ما بقاش في طعم. ما استخدمتش هذا الصوت اللي بيتردد، ما استخدمتش ده اللي كان يعقوب بيعمله مع الرب. رب بيتكلم معاه ويعقوب بيتكلم معاه، بس لغايه لما وصل في الاخر قال له بص مش حسيبك ليه، انا ممكن اقضي الكلام واخرج يعقوب، انا مش عايز اخرج يعقوب، انا عايز اتغير. عايز حاجة تتحسم من الموقف في الروح، ده حاجة في الروح بتحصل، في صوت بيخرج. بصوا مجتمع الرب مجتمع مليان كلمات، بس الكلام ده مش كلام يعني قال لي نبوة. نو، هذا الكلام هو ترددات خلق، هو قوة خارجة من هذا الحضور الإلهي بتخش جواك بتغير من طبيعتك. بصوا الآب مصدر عمال بيخلق وبيخلق بالكلمة، والكلمة بتاعته مليانة قوة. لو أنت قدام الآب وترددات كلمته بتستقبل هذه القوة، أنت في الثالوث. لأن أنا قلت حالا الكلمة هو الابن والقوة هو الروح والآب هو الخالق. مجتمع الملوكي مجتمع روحك بتقف فيه قدام الآب والابن والروح القدس، والمصدر بيطلق كلمة بتطلق ترددات حياة تصنع فيه قوة بالروح القدس. يكونش دي الترابيزة، يكونش حاجة بتقعد في الترابيزة والمصدر بيطلع ترددات القوة المربوطة بكلمة بتتردد في الأجواء. خلي بالك بالمناسبة رسالة العبرانيين، رسالة العبرانيين تجنن، مليانة أسرار. مفيش إصحاح في رسالة العبرانيين مفهوش كلمة صوت أو إقرار أو سماع أو 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 مفيش. كل إصحاحات العبرانيين مليانة صوت من أول لحظة. الآب كلم الآباء بالأنبياء، عبرين واحد، حد فاكر؟ كلمنا في أيامه الأخيرة في ابنه، ليه الابن هي الكلمة؟
طول الوقت المجتمع ده مجتمع مليان صوت ملوكي، بس الصوت الملوكي ده قوة خارجة من الخالق بتخش جواك وبتغير من طبيعتك. نرجع لعبرانيين 12، أنا آسف، عبرانيين 12 عدد 25. أنا بختم صدقوني. انظروا ألا تستعفوا من المتكلم. تستعفوا يعني إيه؟ تستعفوا يعني تستأذنوا. خلي بالك لأن الشعب في العهد القديم استعفى، استأذن. فاكرين؟ الرب اتكلم فوق الجبل، الموقف كان مهيب مرعب جدا، فقالوا لموسى ايه؟ نو 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 نو، احنا مستأذنين، اطلع انت. والقصة كلها انهم استأذنوا. هو احنا في العهد القديم بالجديد بنستأذن؟ يوه طول الوقت ناس تقطقت، احنا طول الوقت بنستأذن. خش قدام ربنا، ده لو دخلنا بالروح قدام ربنا. اقول لكم طب قصة، عمرك دخلت قدام ربنا وابتدى ربنا يقوم ندي كده حته كده حته دلع في الروح كده، يقوم ساكب حاجه، يا رب انت جميل قوي، اوكي باي باي. مرتوش بالاختبار ده؟ انا بس بعمل كده، تحس ان كده في حاجه جميله نزلت كده، ولا يا رب يا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا ياما عملت كده، وجسدي جسدي يقول لي كده خلاص بقى اللي أنت عايزه، قعدتني قعدتني جنبك، ربطتني جنبك، قعدتني في الروح وأنا ملاش نفسي أقعد في الروح، قعدتني في الروح قعدتني جنبك وفضلنا قاعدين والتحمنا يا عمي وقرينا يا عمي وسجدنا يا عمي وكل حاجة، وهو مخمخت أنت يا عمي خلاص بقى يلا نستأذن. طول الوقت الجسد بتاعك مع يمكن جسدك حلو، انا الجسد بتاعي يقول يلا عم كفايه نستعفي كفايه كده. انظروا الا تستعفوا من المتكلم. ليه؟ لان لو 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 خرجت قبل ما الرب يخلص الخلق فيك بتخرج نص اسرائيل نص يعقوب، لسه ما خلصش سوى، ما خلصش سوى النقلة جواك، ما خرجش سوى الامبارتيشن أو الحاجة اللي بتتنقل من صوته، لأنه هو بيخلق دايما بصوت، هو بيخلق فيك بصوت، بس الصوت مش عربي ولا عبري، مش آية اتشجعت بيها، وإن كانت الآية صوت، لكن الصوت هو قوة خارجة مليانة ترددات حياة، ترددات تغير طبيعية بتخش جوا خلاياك وتخلق فيك دي إن إيه جديد، جينات جديدة. فاوعى تستعفى. ارى لك ايه تانية من عبرانيين، بصوا عبرانيين ده يجنن، قلت لكم قصه دي. عبرانيين 4 نحن ايضا، اوكي نقرا عبرانيين 4، فلنخف انه مع بقاء وعد بالدخول الى راحته يرى احد منكم انه قد خاب منه. خلي بالك ده بيكلم مؤمنين، مؤمنين في العهد الجديد، بيكلم مؤمنين، بيكلم سليمان بيقول له حبيبي خلي بالك انت بقى ليك دخول لهيكل بتاعك واسمه هيكل سليمان، اوعى تخيب، اوعى ما تخشش، اوعى اوعى تعبد بمسيحيه شعبيه، اوعى تعبد مسيحيه شعبيه. فلنخف انه مع بقاء وعد بالدخول الى راحته يرى احد منكم انه قد خاب منه. اقعد على الكرسي، هو بيقول لك اقعد يا عم، لانه قد لنا نحن ايضا قد بشرنا كما اولئك. لكن لم تنفع، خلي بالك لم تنفع كلمة الخبر أولئك، يعني اتقال لهم كلمة معجزية ما نفعتهمش، يعني أخذوا خلوتهم واستقبلوا كلمة. لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا. تقول لي آه يعني يعني لازم أؤمن بالكلمة، يعني أنت عايز تقول أؤمن بالكلمة؟ no. هو بيتكلم عن حاجة بتتمزج جواك، بيتكلم يقول لك إن كلمة الكلمة دي لم ما اتمزجتش، ما اتخلطتش في الطبيعة بتاعتهم، لم تكن ممتزجة. وإيه اللي بيمزجها بطبيعتهم؟ هو الإيمان. الكلمة لازم تتمزج جواك، لازم تتقلب جواك، لازم تبقى حد فيكم عمل كيكة قبل كده؟ بطلته تأكيد. تحط دقيق، لازم تقلب، ما يبقاش دقيق لوحده، بعد شوية يبقى جزء من العجين، ما تقدرش تطلع البيض لوحده والدقيق لوحده، اتعجن خلاص.
الكلمة لازم تخش جواك وتتقلب. إيه اللي بيقلبها؟ الإيمان، إنه أنا روحي قدام الرب وفي حاجة بتخرج. كل كلمة بيقولها دي كلمة الخالق، دي كلمة خارجة من فم المصدر، والكلمة اللي خارجة دي هي الإبن نفسه، فبتغير من طبيعتي للإبن، والمصدر والإبن بقوة الروح القدس بصنعوا معجزة فيا، فبخرج مش نادر. حد فاهم حاجة؟ هنا الإيمان بتتمزج جوايا. إيه اللي بيمزجها؟ إيه اللي بيخلي مش بيض لوحده، مش دي لوحده، مش عارف إيه، الخميرة لوحدها بقت كلها معجونة؟ الإيمان. ليه؟ الإيمان بيخليهم بيطلعوا طبيعة جديدة فيا. حد فاهم حاجة؟ المجتمعات اللي خارجة مجتمعات بتوقف في الروح قدام هذا الصوت المليان ترددات خلق، فالمعجزة بتحصل طبيعي، الشفاء بيحصل طبيعي، الحرية بتحصل طبيعية، التغير، القداسة بتحصل طبيعية. مش محتاجين نرجع نبص لورا، لان في حاجه بتغير في طبيعتنا. بس من فضلك الكي المفتاح كله ان تبطل، تذكر هذه الجمله البيخه، انا عارف انها بيخه وهتعمل لي مشاكل، بطل مسيحيه شعبيه. بطل مسيحيه شعبيه. ايه المسيحيه الشعبيه؟ هو المسيحيه انه انا بعمل اللي انا معتاد عليه. بطل المسيحيه الشعبيه دي، خلي روحك تخش، أنا عشان الوقت بس، خلي روحك تخش إلى هذا المجتمع الناري اللي فيه صوت بيتكلم أفضل من 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 دم هابيل، اللي بيحرق كل صوت شكاية، كل صوت بيخليك نلف 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 ونعجن ونلف ونعجن ونلف نعجن ونلف. مؤخرا أنتوا مدركين إن في حاجات العالم كله بيهتز، المدركين إن الملكوت نفسه بيهتز، المدركين إن في خدام كتيرة بتقع في هذا الزمن، خدام كتيره بتقع، مش واحد ولا اثنين، كتيره بتقع. القصه كلها ايه؟ القصه ان المسيحيه الشعبيه ما بتجيبش نتيجه. القصه انه الدخول قدام النار الاكله بتغير من طبيعتنا ما بيجيبش نتيجه. لا، لازم تخش قدام النار الاكله بتغير من طبيعتك. التعود خطر. احد الخدام، احد الخدام، بدون دخول في تفاصيل، ما احاول اقول القصه من غير ما تبان. مر بوقت انه وقف خدمه، ولان انا بقلق فكنت بهتم، فقال لي خادم بقاله سنين، قال لي الناس ما بتتغيرش، ده احباط. وكان كل الوقت اللي انا بقضيه معاه خلال الوقت اللي فات اني بقول له ما القصه كلها ان الناس وانت وانا بنقف في الحتة اللي هو فيها بيعمل، مش احنا اللي بنغير حد، احنا بنقف وبناخد الناس للحتة اللي فيها نار أكلة. مش هكمل عشان ما تحطوش دماغكم في أسماء ناس. القصة كلها، القصة كلها انه لو احنا ما بنتغيرش بقت مسيحية شعبية ملهاش معنى. انا واخويا نروح نبيع درة. لو انا وانت ما بنتغيرش ملهاش معنى. هذا الخادم بقاله سنين طويلة هوقف خدمة علشان الناس ما تتغيرش. لو أنا وأنت ما بتغيرش ملهاش معنى فعلا. لكن بس الفدا كله حطينا في حتة اللي فيها كل حاجة فينا بتتغير، كل خلية فينا بتتغير. مش بنتغير يعني بقى أحسن، بنتغير يعني غير مسبوق. عهد مش أحسن، عهد غير مسبوق. ليه؟ لأن في دم بيتكلم بطريقة غير مسبوقة، في صوت خالق عمال بيترقى. الأسد قد زمجر فمن لا يخاف، رب قد تكلم فمن لا يتنبأ. في حاجة بتزمجر في الحضور الإلهي، في أسد بيزمجر في الحضور الإلهي، فمن لا يخاف. لو المسيحية الشعبية عمرها ما بتغيرنا، لكن النار الأكلة بتغير كل حاجة فينا. هو ده اللي احنا وراه. احنا وراه ببساطة، احنا وراه ايه؟ احنا وراه وقوف حضرتك وحضرتك وأنا قدام هذا الخالق اللي بيطلع صوت كلمة، وهذا الخالق وهذه الكلمة مليانة قوة، وهذا الثالوث لدى الآب والابن والروح القدس بيخش جواك لأنهم ساكنين فيك. الروح ساكن فيك، الابن ساكن فيك، أأتي وأنا وأبي وأصنع عنده منزلة. الآب والابن والروح القدس بيغيروا من طبيعتنا. فمن فضلك ما تستعفيش، ما تستأذنش، ما تنبسطش بحتة مشجعة وتطلع تجري. خليه يلتحم، امزجها، خليها ممتزجة جواك بالإيمان. ادرك وشوف ان روحك بت زي العجين، كل حاجه خارجه منه من الخالق
عمالة بتخلق بصوت وبقوة الروح، عمالة بتتعجن جوه. فبعد شوية هو فين الآب، فين الابن، فين الروح، فين أنا؟ فبعد شوية يبقى أحيا، هللويا. فيكونش هو ده قياس قامت ملء المسيح، إن الدنيا اتعجنت، فمن التصق بالرب، ما احنا حلوين اهو، من التصق بالرب فهو روح واحد، من التصق بالرب فهو، فهو كان روح والرب روح، من التصق بالرب فبقوا روح واحد. فكان اجتماع الاسبوع اللي فات انا روح، كنت في الروح في يوم الرب، من التصق بالرب انا روح هو روح، من التصق بالرب فهو روح واحد. طلع البيض من العجين، ما مش موجودين هما. امين. تعالوا معايا نصلي مع بعض.